وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السنوسية الوسطى رضي الله تعالى عن صاحبها ناظمها وشارحها ومن انتفع بها من طلبة العلم، ونسأل الله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضى. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ورضي الله تعالى، هذه جملة خبرية ولكن المراد بها الإنشاء. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، يعني كأنك تقول أو تدعو الله تعالى بها وتقول: اللهم ارض عن أصحاب رسولك الأعظم صلى الله عليه وسلم. هي جملة خبرية بمعنى الدعاء، يعني بمعنى الإنشاء، يعني تنشئ الدعاء خلاص بهذه الجملة. أما المضمون فهو إخبار، لأن الله تعالى أخبر في كتابه أنه راض عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم ورضوا. فأخبر بأنه راض عنهم وأنهم راضون عنهم، ولكن نحن لا نقولها من باب الإخبار، ولكن نقولها من باب الدعاء، كأننا ندعو الله تعالى لهم بمزيد من الرضوان والمغفرة والمثوبة والأجر، لأنهم حملوا راية الدين وحملوا أمانة النقل والرواية، ولهم فضل كبير على كل من جاء من بعدهم كائنا من كان، لأن الحق سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه وتحملوا المشاق والأذى مع سيدنا رسول الله، وهاجروا وجاهدوا وصبروا وأنفقوا أموالهم. وأعظم من هذا كله أن الله تعالى اختار هؤلاء لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الله تعالى لم يعلم فيهم خيرا أو لم يعلم أنهم أفضل ممن جاء من بعدهم ما اصطفاهم واختارهم لهذه المنزلة العظيمة. فيصبح هذا الدعاء لهم كأنه واجب محتم علينا من أجل حقهم ومعرفة مكانتهم وفضلهم، كأن هذا من باب الوفاء أن ندعو لهم كما أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن نصلي على آل بيته، كذلك نترضى عن أصحاب رسول الله، مع أن الله تعالى أخبر بأنه راض عنهم، لكن نحن لا نقولها إخبارا كقول الله تبارك وتعالى، ولكن نقولها من باب الدعاء.
وبهذا المعنى يجوز أن نقول على أي إنسان صالح أو عالم أو من أهل الولاية والفضل والبر، يجوز أن نقول إيه؟ رضي الله تعالى عنه. يعني نذكر مشايخنا الكرام سواء كانوا أحياء أو أمواتا فنترضى عنهم، لا بمعنى أننا نخبر أن الله تعالى راض عنهم، فهذا أمر لم نطلع عليه. فإذا قلناها عن الصحابة من باب الإخبار فلنا مستند في ذلك، القرآن الكريم والسنة المطهرة. أما إذا قيلت عن غيرهم فتكون من باب الإنشاء وليست من باب الإخبار. فمثلا إذا مات فلان أو نقول الشيخ فلان انتقل إلى رحمة الله، فنقول رحمه الله، هل معنى هذا أننا نخبر بأن الله تعالى رحمه؟ لا، وإنما دعاء له بالمغفرة والرحمة. لا كما يفهم الوهابية إذا يقولون مثلا فلان أو ابن عثيمين، لا يقولون رحمه الله إنما يقولون يرحمه الله، لأنهم لم يفرقوا بين الجملة الخبرية المراد بها الإنشاء. فأنا عندما أقول رحم الله فلانا لا أخبر، وإنما هذا من باب الدعاء، ولكنهم لأنهم لا يعرفون الفرق بين أن الخبر يستعمل ويراد به ويراد به الإنشاء، كما قال تعالى في كتابه العزيز ومن دخله كان آمنا. هذا هذه جملة خبرية، لكن المعنى هو الإنشاء، يعني ومن دخل المسجد الحرام فأمنوه، وليس معنى هذا خبر، لأنه لو كان خبر كيف وقع القتال في ساحة الحرم الشريف، وكيف يقول تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوه، خلاص. يبقى إذن كيف يكون إخبار؟ هذا اسمه خبر في اللفظ، لكن إنشاء في المعنى، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هل معنى هذا خبر ولا معنى إنشاء؟ هو في صيغة الخبر، يعني والوالدات يرضعن، يعني معناها أيتها الوالدات أرضعن، واضح؟ فالجماعة هؤلاء الذين يعني لا يفهمون اللغة العربية يمتنعون إذا ذكر أحد الموتى من الصالحين أن يقولوا رحمه الله، إنما يتفذلك يقول لك يرحمه الله. ده بيرحمه الله ده خبر ولا إنشاء؟ ها، يرحمه الله يا لا مضارع، يعني ده مش إنشاء، يعني عاوز يقول لك أنا لا أعلم أن الله رحمه، فأنا أقول يرحمه، ولا يعلم أن عندما أقول رحمه يعني أرجو أو يرحمه أو أسأل له الرحمة. فهذا جائز، زي ما تقول فلان تقول غفر الله له، يقول لك فلان شتمك فتقول غفر الله له، هل أنت تخبر ولا أنك تدعو الله أن يغفر له وأن يعني يعفو عن ذنبه، أو تقول سامحه الله أو عفى الله عنه، هل هذا إخبار ولا إنشاء؟ هو إخبار في اللفظ، إنشاء فين؟ في المعنى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم المشايخ وكتابه الآن.
يبقى الرضا صفة فعل، صفة فعل، يعني رضي يعني بمعنى إيه؟ أن يفعل، يفعل بهم يعني يحقق لهم الرضا، صفة فعل بمعنى أن ربنا يرضى عنهم يعني ينعم عليهم يكرمهم يحسن إليهم. يبقى إذن الرضا صفة إيه؟ يعني لما نقول كده الله تعالى راض، يبقى معناها هذه الله تعالى راض يعني معناها محسن أو منعم أو مكرم. لكن إذا فسرنا الرضا بإرادته أنه يريد إيه الرضا ويريد لهم، هذه صفة ذات. يعني إذا فسرنا الإحسان أو الإنعام بمعنى إرادة الإنعام فتكون صفة إيه؟ صفة ذات. أما إذا فسرناها بمعنى فعل الإحسان فتكون صفة إيه؟ فعل. فهناك فرق بين صفة الذات وبين صفة الإيه؟ الفعل. خلاص؟ يبقى إذا رجعت إلى الإرادة، يعني ما معنى أن الله تعالى محسن إلى عباده؟ يعني أراد بهم الإحسان، يبقى هذه صفة الذات لأنها رجعت إلى الإرادة. أما إذا فسرناها بأنه فعل الإحسان فهذه صفة إيه؟ صفة فعل. وصفة الذات لا يوصف بضدها، أما صفة الفعل فإنه يوصف بها وبضدها. فتقول مثلا الله تعالى يحيي ويميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، هذه صفة الأفعال. شوف كده. أما صفات الذات لا يجوز أن يوصف بالضد، زي الحياة صفة الذات لا يجوز أن نأتي به بضدها، أو العزيز هذه صفة إيه؟ ذات، لا يجوز أن نأتي بالضد. إنما المعز يبقى المذل صفة إيه؟ فعل. واضح؟ عن أصحابي، عن أصحاب رسول الله أجمعين. أصحاب جمع صحبي، الذي هو جمع لصاحبي، أو اسم جمع بمعنى الصحابي. يعني اللي هو إيه؟ أصحاب جمع صحب، صحب الذي هو جمع لصاحب، يبقى هذا اسم جمع الجمع، أو اسم جمع. يبقى في فرق بين الجمع وبين اسم الجمع. يبقى اسم الجمع ده لا واحد له، لا واحد أو لا مفرد له من لفظه، زي ما نقول إيه؟ هذا اسم جمع زي الجيش أو العالم، ده إيه؟ اسم جمع، لأنه ما فيش مفرد له، ما فيش واحد من لفظه، إنما يوجد له مفرد من معناه وليس من إيه؟ من لفظه. يبقى الجيش ده لا تقول جمع، لأنه جمع الجيش إيه؟ جيوش، وإنما اسم جمع. يبقى إما أن يكون صاحب ده اللي هو فعل، يا إما يكون جمع لإيه؟ لصاحب، أو صاحب هو المفرد، أما صاحب هو الجمع، أو اسم جمع بمعنى الصحابي. وخد بالك كلمة الإيه؟ كلمة الصحابي كده، صاحب دي موجودة في اللغة، يعني نقول كده إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب، مش كده؟ في أصحاب الكهف، أم حسبت أن إيه؟ أصحاب الكهف، وفي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فأصحاب غير إيه؟ أصحاب دي جمع إيه؟ جمع صحب أو جمع صاحب، جمع الجمع. إنما كلمة صحابي جمع إيه؟ صحابة. خلاص كده؟ ولكن كلمة صحابي دي كلمة
مستحدثة، يعني كلمة حادثة لم تطلق على غير أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إنسانا صاحب سيدنا عمر نقول إيه؟ صاحب عمر، ولا نقول صحابي. فكلمة صحابي كده بالنسبة كده يبقى إيه؟ خاصة بمين؟ بمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة صحابي. أما غير رسول الله مهما كان نقول صاحب ولا نقول إيه؟ صحابي. يعني إذن الكلمة دي كلمة مستحدثة. لمين؟ مخصوصة بمين؟ بمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي؟ وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مميزا مؤمنا. من لقي، ولم يقل من إيه؟ من رأى. لو أنه قال من رأى امتنع دخول الإيه؟ الصحابي الأعمى. ولم يقل من اجتمع. يعني إيه الفرق بين لقي واجتمع؟ ممكن يكون في لقاء بس لا يوجد اجتماع. يعني مثلا أنت تمر في الطريق وأنا أمر بجانبك فحدث التقاء لكن لم يحصل إيه؟ اجتماع. ولذلك بيقولوا لقيه ولو كان نائما. يعني لو جابوا مثلا واحد نائم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم لا يقال اجتمع به وهو نائم، لقيه فيكون صحابيا. ولو حدث اللقاء دون معرفة، يعني دون أن يعرف أن هذا هو النبي وحدث اللقاء، يبقى هو إيه؟ صحابي. ولكن اختلفوا في إيه؟ التمييز. يعني هل يشترط أن يكون مميزا أو لا؟ اختلفوا فيها. المعتمد، ها، في اللي قال إنه المعتمد اشتراط التمييز في الصحبة، يعني يكون مميز. وفي من لم يعتمد اشتراط ليه التمييز، يبقى يدخل الصبيان الصبي ويدخل ليه الرضيع ويدخل المجنون، يدخله يكون صحابي ويكون مجنونا لأنه حدث إيه؟ لقاء. يعني لا يشترط إيه؟ التمييز. ولكن إيه؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مميزا مؤمنا. مؤمنا، هل لازم يكون مؤمن؟ يعني لابد، هل الإيمان ده شرط؟ قالوا لو كان الإيمان مش شرط في الصحبة، ليس شرطا. قالوا يعني يثبت، قالوا أصله لو كان من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وكان الإيمان شرط في الصحبة، يبقى معناها لا يسمى صحابي إلا إذا مات على الإيمان، مش كده؟ ولكنه يسمى صحابي في حال حياته. يبقى إذن الإيمان ليس شرط للصحبة وإنما هو شرط لدوامها. يعني بمعنى أنه إذا لم يمت على الإيمان ينتفي عنه اسم الإيه؟ الصحابي. يبقى الإيمان ده شرط لدوام الصحبة، يعني لبقائها، هذا هو التحقيق. فيدخل ابن أم مكتوم. يعني ابن أم مكتوم ده صحابي ولا مش صحابي؟ ده من كبار ومن أفضل الصحابة. ليه؟ لأنه لا يشترط الرؤية وإنما يشترط اللقاء. ونحوه من العميان، يعني ليس فقط يعني أي واحد أعمى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل من عيسى والخضر
وإلياس. طب كيف دخل عيسى عليه السلام وهو نبي والخضر وإلياس؟ سبب دخولهم في الصحبة أو في كونهم صحابة حصول اللقاء، يعني حدث اللقاء، من لقي حدث لقاء مع سيدنا رسول الله أو لا حصل، ولا ولأنه لا يشترط فيه التعارف. هي معنى التعارف يعني أن يعرف أن هؤلاء حصل بينهم وبين النبي لقاء، لا يشترط هذا. فالمراد بالتعارف الظهور بين الناس، والمشهور أنه على وجه الأرض. وحتى لو اشترط في اللقاء والتعارف أن يكون على وجه الأرض، فسيدنا عيسى والخضر وإلياس عليهم السلام داخلون في الصحبة للاجتماع بهم في بيت المقدس، يعني حدث اللقاء في الأرض. فالبعض اشترط إنه اللقاء أو التعارف ده يكون على وجه الأرض، فحتى على هذا الشرط هؤلاء داخلون في الصحابة. طيب لو كان لا يشترط اللقاء على وجه الأرض، ممكن يكون التقى بهم في السماء، فيدخل أيضا الملائكة الذين في السماء في كونهم صحابة. ليه؟ لأنه طيب سيدنا عيسى كيف يكون، عيسى عليه السلام كيف يكون نبيا وكيف يكون صحابيا؟ قال لك لا تنافي، ما فيش تعارض، يعني ممكن يكون له مقامات مختلفة أو له اعتبارات. هو نبي لأن الله أوحى إليه بشريعة وذكره الله في أسماء الأنبياء والرسل، وهو صحابي في نفس الوقت لأنه اجتمع بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش تنافي، ما فيش تعارض بين كونه نبيا وبين كونه صحابيا. وممكن يكون لا تعارض أيضا بين كونه من الملائكة وبين كونه من الصحابة، فليس أو بين كونه من الجن وهو صحابي، فالجن فيهم صحابة والملائكة فيهم صحابة والأنبياء فيهم صحابة، فلا تنافي بين مقام الصحبة والملكية والنبوة، فقد تجتمع النبوة مع الصحبة أو الملكية مع الإيه؟ مع الصحبة، كما حصل مع مين؟ مع سيدنا عيسى. بيقول إذ لا تنافي بين مقام الصحبة والنبوءة والملائكة، هل في تنافي؟ ولهذا جاب الإمام السبكي، التاج السبكي عملها لغز، عارف الألغاز، بيقول إيه؟ سيدنا الإمام السبكي جابها كده لغز، بيقول لك من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابة أبي بكر ومن عمر. يعني بيقول لك مين باتفاق جميع الخلق أفضل من سيدنا أبو بكر ومن سيدنا عمر ومن علي ومن عثمان، وهو فتى من أمة المختار من مضر. فلما يجيبها لك يقول لك في واحد من أمة سيدنا محمد وهو أفضل من عمر وأبو بكر وعثمان، أنت تقول لا، وهو مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه آمن بشرعه النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به، فهو النبي وهو إيه؟ وهو صحابي. إذن فبالجمع بين النبوة والصحبة يصير أفضل من مين؟ من سيدنا أبو بكر ومن سيدنا مين؟ عمر. ولذلك من آخر الصحابة موتا، مش الطفيل بن عامد، آخرهم بناء على كده عيسى عليه السلام. طب في سؤال، هل في حد في الصحابة عايش وباقي إلى الآن؟ أي نعم، الملائكة، الملائكة الذين التقوا بالنبي ما هم صحابة، في صحابة إلى الآن موجودين، بس لا تستطيع الرواية عنهم، تقدرش تقول أنا رويت عن سيدنا جبريل. يبقى الصحابة الملائكة صحابة باقون إلى الآن. ده بيجي واحد يقول لك هل الملائكة مكلفون بشريعته؟ يعني كيف؟ قال لك هو شوف الواقع، نقولنا اجتمع مقام الصحبة مع الملكية، فجميع الملائكة الذين اجتمعوا به، بس في شرط هنا، لازم الملائكة الذين اجتمعوا به في الأرض
على انه ايه التعارف يكون فين في الارض. يبقى جميع الملائكه الذين اجتمعوا به في الارض صحابه وباقون الى الان. يبقى خرج مين؟ الملائكه الذين لم يجتمعوا به في الارض. اذا اشترطنا انه الارض تكون محل الايه التعارف او محل اللقاء، ومن الذي ادعى ذلك؟ ما حدش قال هذا، لم يقل احد هذا، نقول ايه الصحابي هو من لقي، ولم يقل هو الانس او هو الجن او هو الملك، من لقي. فكل الخلائق سواء كانوا من الانس او الجن او الذين حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لقاء فهم ايه؟ فهم صحابة. ولكن هنا الشيخ بيقول لتكليفهم بشريعته، فوقع خلاف بين العلماء في إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة، يعني هو رسول الله سبحانه وتعالى إلى العالمين كده، وما أرسلناك إلا رحمة، والملائكة من جملة العالمين، يبقى هو إيه مرسل إليهم. لكن قالوا أن إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة إرسال تشريف خلاص، يعني لأنهم لا يجب عليهم الأحكام الشرعية التي تجب على الأمة. والبعض اعتمد بعض العلماء أنه مرسل إليهم إرسال تكليف، يعني على الأقل أنهم مكلفون بالإيمان به، هذا تكليف، مش لازم يكون التكليف صلاة وصيام وحج، مكلفون بالإيمان به. يبقى إذن اعتمدوا أنه مرسل إليهم إرسال تكليف بما يليق بهم، وبعضهم صحح أنه مرسل إليهم إرسال تشريف. فعلى أي حال، سواء كانت الرسالة إلى الملائكة تشريف أو تكليف، فهو إيه؟ فهو مرسل إليهم خلاص، مرسل إلى الملائكة، سواء كان إرسال تشريف أو إرسال إيه؟ تكليف. اقرأ. قال أبو زرعة الرازي: توفي صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 كلهم رواه وروي عنه. وروى أبو زرع الرازي بيقول إيه؟ يعني بيقول لنا فائدة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000، يعني عدد الصحابة كلهم 114 خلاص، بس مش كلهم إيه رواه، وكلهم علماء، فيهم تجار، فيهم عوام، فيهم كذا. أهل الرواية كام؟ 1,700 تقريبا اللي هم إيه عنهم الرواية. يبقى إذن الصحابة كام؟ 114,000 اللي هم إيه وصفوا بأنهم أصحاب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده في إيه؟ في البشر اللي إحنا بنعده، إنما ما نعرفش مين من الملائكة، ما نعرفش الجن، ما نعرفش الله أعلم. إحنا بنتكلم في العدد، مين؟ عدد البشر. طبعا قلنا هل التمييز شرط في الصحبة أو لا؟ في إيه؟ ها؟ في اختلاف. المعتمد أنه لا يشترط، المعتمد. هل يشترط الإيمان أو الإسلام؟ هذا شرط في إيه؟ ها؟ في دوام الصحبة أو في بقائها. طب سؤال هنا، لو أن واحد من الصحابة فيهم حصل، في ناس ارتدت كفرت بعد الإيمان، في صحابة بعد ما آمن كفر ارتد، كده يعتبر إيه؟ ها؟ سقطت عنه الصحبة. طيب فإن عاد إلى الإسلام هل تعود إليه الصحبة؟ ده السؤال ده المهم ده. يعني هو ارتد وكفر وقال إني كفرت، أو اتبع ملة أخرى، أو تنصر، في حصل كده عبد الله بن جحش راح الحبشة وتنصر، وفيه اللي ارتد، لكن فيهم ناس رجعت بعد الايه؟ بعد الارتداد أو بعد الردة،
هل تعود إليه الصحبة؟ لا، ده فيها مذاهب. طبعا المالكية كانوا متشددين جدا، قالوا لا، يعود إليه الإيمان لكن الصحبة لا، مش لعبة، هي مش كل شوية يبقى صحابي يبقى غير صحابي، خلاص. هي مرة واحدة ربنا شرف بها، لم يحترم هذا التكريم الإلهي، تسحب منه الرتبة خلاص، ما لا شو مبقاش صحابي، يعني لا ينعد بأنه صحابي. ضابوا الشافعية، قالوا تعود إليه مجردة من الثواب، يعني زي ما تقول ايه، لواء على المعاش كده، يعني غير اللي هو يعني في الوظيفة، يعني اسمه كده ايه لواء، لكن هو بالفعل ليه أمر اللي رتبة عسكرية، لكن اسم تعود إليه مجردة من ايه، يعني ايه معنى، يعني لا يأخذ، يعني يبقى اسمه ايه، تعود إليه الصحبة لكن لا يأخذ ثواب الصحابي. ده أبو الحنفية قال يعود إليه الاسم، يعني يعود إليه الاسم، تسمية الصحابي، لكن منزلة الصحابة درجة، يعني زي كأنه قريب من كلام الشافعي. طيب ايه الفائدة، ما فائدة عود الاسم فقط، يبقى صحابي كده بالاسم، اسمه صحابي، او ما يخش منزلة او فضل. المالكية كانوا متشددين، قالك لا لا خلاص انتهينا. ما فائدة عود الصحبة مجردة من الثواب أو مجرد اسم صحابي؟ قال لك ده فيها أربع فوائد. كيف هذا؟ قال حاجة عجيبة، فيها أربع فوائد، مع إنها ما فيهاش إيه، ما فضل ولا منزلة، بس في أربع فوائد. إيه الفائدة الأولى؟ قالوا أول فائدة أنه يذكر في طبقات الصحابة، يعني كتاب الإصابة في معرفة ابن حجر يذكر اسمه ما دام الصحابي. أول فائدة أنه يعد فين؟ ها؟ في 114، يبقى اسمه موجود مع مين؟ مع الصحابة، دي الفائدة الأولى. طب والفائدة الثانية؟ قالوا الفائدة الثانية أن من رآه يعد من التابعين. يعني اللي حيشوف ده حيبقى إيه؟ تابعي، لأنه حيقول أنا رأيت ليه؟ طب والفائدة الثالثة؟ أنه يصير كفء لبنت الصحابي أو كفء للصحابية، الكفاءة اللي اشترط الكفاءة في النكاح، يقول لك دي من الصحابة فلا نزوجها إلا لصحابي، يقول أنا صحابي، حصلت ليه الكفاءة. طب الفائدة الرابعة ما تجيش على بالك، بفائدة غريبة جدا، يقول أنه لو حلف أحد أن هذا من الصحابة لا يحنس. يعني واحد حلف يمين انه ده صحابي يبقى ايه، لا يكفر عن، يبقى يمينه ايه صحيح. هذه الاربع فوائد التي تعود الى ايه، الى الصحابي الذي ارتد ورجع الى ايه، الى الاسلام، خلاص. لكن في حاجة لازم نفرق بها، اذا رجع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ده في فرق بين اذا رجع بعد وفاة النبي واذا رجع في حياته. لو رجع بعد وفاة هنا تأتي الشروط، أما إذا رجع في حياته يبقى تعود إليه صحبة جديدة، يعني كأنه من الأول، لأنه حصلت الرؤية، حصل الكلام ده كله فيه في الذي رجع بعد وفاة النبي، أما الذي رجع في حياته يبقى يرجع بصحبة جديدة، واضح؟ يلا. ذكره ابن النجاري في مراحل الصحابة. ابن الأثير في جامع الأصول، يعني عدد الصحابة كان 114. في طبعا في اختلاف، لكن اللي ذكر ابن النجار انه العدد 114. في أصله 124,000 ده اللي هم راحوا أو حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ليه؟ لأنه في ناس انضمت من البلاد والقرى في الطريق، سمعت بموكي النبي فانضموا إليهم، فوصل العدد إلى كام؟ إلى 124. لكن في ناس كثيرة من دولة ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش اللقاء،
عدد 100,000 أو أكثر، يعني أدوا المناسك لكن لم يحصل إليه اللقاء. ومن تبعهم بإحسان، أي ورضي الله عن التابعين للصحابة في الاعتقاد والأقوال والأفعال والأحوال وأتباع التابعين إلى يوم الدين، أي يوم القيامة. والتابعي هو من لقي الصحابة ولو واحدا، سواء كان رجلا أو امرأة. يبقى إذن تعريف الآن دلوقتي حننتقل إيه إلى التابعين رضي الله عن الصحابة، تمام كده؟ طب لماذا في قيد هنا مهم؟ لما قال إيه ورضي الله عن أصحابي، مش كده؟ ورضي الله عن أصحاب رسول الله، ولما عند التابعين قال ومن تبعهم، جاء بقيد وهو إيه؟ ومن تبعهم بإحسان. لماذا لم يقل ومن صحبه بإحسان؟ يعني لماذا قيد في الأتباع ولم يقيد في الأصحاب؟ لأن الصحابة كلهم كانوا متبعين بإحسان، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، كلهم كانوا على درجة الإحسان لأن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة النبي وأخبر بأنه راض عنهم، فكيف لا يكونوا على إحسان. أما بالنسبة للتابعين فمنهم من يتبع بإحسان ومنهم من يبتدع في الدين أو يغير أو كذا، فيكون من التابعين لكن ليس به بإحسان. فلأجل هذا جاء القيد في مين؟ في التابعي، ولم يأتي في مين؟ في الصحابي. ومعنى التابعين لهم بإحسان يعني التابعين لهم في الاعتقاد، فالجماعة المجسمة والمشبهة والوهابية دولة ليسوا إيه متبعين بإحسان، لأنهم غيروا في العقائد وجسموا وشبهوا، وفي الأقوال والأفعال، يعني الإحسان ده يشمل الدين كله. وأتباع التابعين وهكذا، أتباع التابعين إلى يوم الدين يعني إلى يوم القيامة. والتابعي هو من لقي الصحابة، يعني ليس بشرط أن يلقى جمعا، ولو لقي واحد من الصحابة يسمى إيه تابعي. وحتى لا يشترط أن يلقى رجلا، حتى لو لقي امرأة يسمى إيه تابعي. لا، التردي يكون بإحسان. ما هو التابعين فيهم ضوائف، فيهم فرق، وفيهم خوارج، ما هو ده. والخوارج كانوا في عصر تابع التابعين، فيبقى هنا ليسوا بإحسان، فأما كله سمى تابع، لكن الإحسان ده شرط للتردي وليس لكونه تابع. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني كأنك بتقول يا شيخ خيري أنك تقول رضي الله عن الصحابة جميعا جميعا، أما التابعين شرط الإحسان. أي كده، لأن التابعين فيهم من غير، فمش كلهم إيه محسنين، فيهم طوائف وفرق وكذا، إنما الإحسان كل الصحابة كانوا على إحسان وليس كل إيه التابعين. ولهذا قال ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اخر، واصلها اما بعد، يعني كلمه وبعد دي لا تاتي، خد بالك، لا تاتي في اول الكلام ولا في اخره، يعني ما ينفعش اول ما تبدا تقول اما بعد او تقول وبعد، ما ينفع، ولا ينفع في اخر لما نيجي نختم وبعد وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ما ينفعش نجيبها في أول الكلام، لازم يؤتى بها بين كلامين مختلفين، يعني لينتقل بها من أسلوب إلى آخر. أما إذا كان الأسلوب واحد لا تأتي، ما تجيش كده، لازم يكون في تغيير. يعني أول بتحمد الله وتثني عليه، بعدين حندخل في الموضوع، هنا غيرنا الكلام، غيرنا الأسلوب، فهنا يأتي إيه وبعد، لأنه بيسموها إيه فصل الخطاب، يعني تفصل بين كلامين. حتى بعضهم فسر قول الله تعالى وآتيناه، سيدنا داود، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب،
يعني أنه يفصل يقول في كلامه أما بعد. واختلفوا مين اللي كان بدأ بها، آدم ولا قس ولا يعرب ولا داود، وبعضهم قال أن داود كان أقرب لأنه هو، وفسر بأن المراد بها فصل ليه؟ فصل الخطاب. يلا. وأصلها أما بعد إلى دليل نزول الفاء في حي بها غالبا. يعني أصل وبعد أصلها أما بعد، مش كده؟ أما. طب إيه الدليل على ذلك؟ أنه يلزم الفاء في حيزها، يعني في خبرها، لأنه أما تفيد الشرط، أصلها مهما يكن من شيء فبعد، فطالما في فاء في جوابها يبقى معنى كده إيه؟ الواو بمعنى إيه؟ أما، يعني الواو نائبة عن أما، وأما نائبة عن مهما. شوف كده. ولذلك ما ينفعش نقول كده وأما بعد، يعني لا يجمع بينها وبين الواو، يعني لا يجمع بين النائب والذي تنوب، لازم تذكر واحدة فقط، ما تذكرش الاثنين، لا تجمع بين العوض والمعوض عنه. فإن قلت أما بعد فلا تجمع، لا تقول، لا تأتي بالواو، وإن قلت وبعد تحذف إيه؟ أما، يبقى الواو نائبة عن إيه؟ أما. خلاص، بدليل لزوم الفاء في حيزها، يعني قرب حيزها. خلاص؟ طيب يلا. لتضمن أما معنى الشرط فهو العامل فيها. لتضمن أما معنى الشرط وهو العامل فيها، يعني هنا في عامل. خلاص؟ طبعا في عامل وفي معمول، المعمول اللي هو ايه؟ بعد، واما هي الايه؟ العامل، لانها تضمنت معنى الشرط. واصل الكلام اصلها ايه؟ مهما يكن من شيء بعد البسملة او وما بعدها اللي هو الحمد لله والصلاة على رسول الله الى اخره، فاشرع في ايه؟ في الموضوع، او اقول كذا. كده اصل الكلام. فبدل ما تقول مهما يكن من شيء بعد البسملة، يعني كل ما أقول من ثناء ولكني أقول بعد كده، اختصرنا فيك أما بعد، أما بعد أو وبعد، الواو نائبة عن إيه؟ عن أما. وتكون لي إيه؟ بعد ظرف زمان كثيرا ومكان قليلا، يعني في الغالب بعد دي ظرف ايه؟ ظرف زمان في الغالب، اما في النادر او في القليل هي ظرف ايه؟ مكان. يعني مثلا جاء زيد بعد عمرو، او بعد صلاة العصر، او بعد صلاة العشاء، او بعد قوم عاد، او بعد قوم نوح، والذين جاءوا من بعدهم، كل ده ظرف ايه؟ زمان. أما تأتي في المكان قليلا تقول دار زيد بعد دار عمرو، هنا ظرف إيه؟ مكان، بس هذا قليل. طب هنا في التأليف، هل هي ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ وهي هنا صالحة للزمان باعتبار اللفظ، والمكان باعتبار الرقم، يعني تنفع هنا ظرف زمان وتنفع ظرف مكان. طب هي ظرف زمان باعتبار اللفظ، لأننا نتلفظ بها بعد الافتتاح، بعد الثناء والحمد، فهنا جاءت في الزمان بعد الايه؟ بعد الافتتاح وقبل الشروع في المقصود، هذا زمان. أما باعتبار الكتابة يبقى مكانها بين الكلامين المختلفين، فهذا ظرف مكان. فإذا نظرت إلى اللفظ فهي مكان، وإذا نظرت إلى الرقم الكتابة فهي ظرف إيه؟ ظرف مكان. إذا نظرت إلى اللفظ فهي ظرف زمان، وإذا نظرت إلى الرقم يعني متى ترقمها متى تكتبها فهي ظرف إيه؟
يعني أين هو موضع كتابتها، فهذا ظرف إيه؟ مكان. فهذه الفاء رابطة بجواب أما المقدرة التي نابت عنها. الفاء رابطة لجواب أما بعد، أما وبعد، فهذه الفاء اللي فهذه رابطة لجواب أما، يعني تربط الجواب بأصلها المقدرة. طيب يجي واحد يقول لك وبعد فهذه جمل، يقول لك هذه الفاء فهذه رابطة لجواب أما، يعني بتربط بين الجواب الشرط وبين فعل الشرط. فيجي واحد يقول لك أين هي أما؟ مش موجودة. اللي عندنا هي الواو. قال أما المقدرة التي نابت عنها الواو. وهذه أشار بها لما في ذهنه إن كانت قبل التأليف، أو إلى ما في الخارج إن كانت بعد التأليف. يعني عندما قال فهذه جمل، الإشارة، هل الإشارة إلى شيء محسوس، إلى شيء في الخارج، ولا إلى شيء في الذهن؟ يبقى إذا كان قبل التأليف يبقى هو يشير إلى المعاني الذهنية، وإذا كان بعد التأليف فهو يشير إلى ما في الخارج، فالإشارة تكون إلى محسوس. يبقى عندنا كم احتمال؟ لا، 2 7. ليه؟ لأنه يا إما الإشارة للألفاظ أو للكتابة اللي هي النقوش أو للمعاني. كم حاجة دلوقتي؟ يا إما بأشير لشيء مكتوب أقول لك فهذه، يعني الكتابة دي اللي هي الوسطى العقيدة، يعني اللي هي المكتوبة أشير إليها، هذه جمل، يعني هذا المكتوب جمل، أو أشير إلى إيه؟ إلى الألفاظ التي سأنطق بها، أو أشير إلى المعاني. يبقى كام دولة؟ 3. أو أشير إلى 2، يعني إلى النقوش والألفاظ، أو إلى الألفاظ والمعاني. يبقى كده كام؟ 5. وبعد كده إلى ما في الذهن اللي هو المقدر فين؟ في الذهن. 6. أو إلى المجموع، فهذه إيه؟ 7. يلا اقرأ. جمل جمع جملة، وهي هنا ما تضمن إسنادا مفيدا. يعني كلمة فهذه جمل، الجمل جمع جملة ومعناها اللي فيها إسناد مفيد، يعني إذا كان ما فيش إفادة ما تبقاش جملة. إسناد مفيد، وتنكيرها يعني جمل، لم يقل فهذه الجمل، وتنكيرها إما للتقليل تنبيها على أنها جملة قليلة العدد، ثم هي مع ذلك تخرج من فهمها عن درجة التقليد إلى مرتبة عالية المعارف، يعني مع أنها جمل قليلة ولكن من أتقنها وعرف ما فيها تخرجه عن إيه؟ درجة التقليد، يعني لا يكون مقلدا من إيه؟ من قرأ العقيدة الوسطى. وإما للتعظيم، يعني كلمة التنكير في جمل، إما لإيه؟ للتقليل، وإما للتعظيم، يعني جمل، وأي جمل عظيمة، إما للتعظيم تنبيها على عظم شأنها لعظيم ما أجملته من تفسير العلم بالله تعالى وتأييده بقواطع البراهين. وإنما قال المصنف رحمه الله يخرج المكلف بفهمها، يبقى تخرج أو يخرج المكلف، يعني يتخلص وينتقل من درجة التقليد إلى رتبة المعرفة والعلم بالنظر الصحيح. المكلف
بفتح اللام وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة. فمن لم تبلغه الدعوة لا يجب عليه ما سيأتي على الأصح ولا يعذب، اللي هو إيه؟ من لم تبلغه الدعوة. إذا من لم تبلغه الدعوة لا يكلف ولا إيه؟ ولا يعذب، ويدخل الجنة لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه جمل يخرج المكلف بفهمها، أي فهم الجملة يعني علمها وإدراكها، ولم يقل بحفظها بدل فهمها، إشارة إلى أن فهم معانيها هو المعتبر لا مجرد حفظ وسرد حروفها، إلا أن حفظ اللفظ من أعون الأمور على فهم المعنى. يعني هو بيقول لك أنت لست مكلفا بالحفظ، إنما مكلف بالفهم، ولكن حفظ اللفظ يعين على فهم المعنى. بيقول لك كلما حفظت اللفظ، وخاصة إذا كان نظما، فهذا يعينك على فهم المعنى. الحفظ يعين على الإيه؟ على الفهم، وليس العكس. في بعض الناس يقول لك أنا أفهم الأول وبعدين أحفظ، قل له عمرك ما هتحفظ ولا هتفهم. إنما الحفظ يعني زي الإيه؟ زي العلم والتعلم في الصغر، زي النقش على الحجر. فدائما نخلي الصبي في الكتاب يحفظ الأول وبعدين يفهم، إنما لو فهم قبل الحفظ لا يعينه الفهم على الحفظ، وإنما الذي يعينه على الفهم هو الحفظ لا إليه العكس. واقتصار المصنف رحمه الله على المكلف لأنه هو الذي يتأكد عنه فهم ما يتخلص به من التقليد إلى المعرفة بالنظر الصحيح، لئلا يأتيه الموت بغتة قبل حصولها، يعني قبل حصول المعرفة. وإن كان غير المكلف كالصبي المميز مثلا يخرج ويتخلص بفهمها من التقليد كذلك أيضا. يعني هو يقول لك من الذي هو أدعى ولا بد أن يحصلها؟ هو المكلف، حتى يخرج عن دائرة التقليد ربما يأتيه الموت فجأة، ومع ذلك الصبي المميز يخرج بفهمها عن دائرة التقليد مع أنه غير مكلف. فما بالك بغير الإيه؟ بغير الصبي. هنقف عند الإيه؟ التقليد، عشان مباحث التقليد فيها يعني شرح طويل، فعودة من أول الدرس.